السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، ونناقش فيها اليوم المجازر التي واصل الاحتلال ارتكابها ودلالات إصرار الاحتلال على شن عملية عسكرية في رفح رغم صفقة إطلاق النار المحتملة والتحذيرات من عمليات إبادة النازحين هناك. وينضم معنا عبر الهاتف في هذه التغطية من إسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني السيد مأمون أبو عامر، وعبر سكايب الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية الأستاذ وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية الرسام الأستاذ العقيد ركن حاتم الفلاحي، وعبر خدمة زوم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد باسم عسف. مرحبا بضيوف الكرام. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نبدأ التغطية، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وهذه التغطية. أرحب بالدكتور مأمون أبو عامر الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني ضيفي عبر الهاتف من إسطنبول. مرحبا بك دكتور مأمون، حياكم الله. في ظل الحديث عن المقاومة وحدودها، ما أهمية هذا الفصل الذي قامت به حركة حماس منذ البداية وعدم الدخول في مساومات بحسابات المنطقة ككل مع هدف مباشر هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه؟ حقيقة حركة حماس يعني تحرك بمصالح يعني قضيتها المركزية، وهي قضية الفلسطينية التي على رأسها ملف القدس والعدوان الصناعي على القدس والاحتلال والحصار على قطاع غزة وملف الأسرى. وبالتالي حماس تفصل ملفها عن ملفات الإقليمية الأخرى بشكل أو آخر، لكن المنطقة ملغومة بالماء يعني متشابكة بسبب تعقيدات المشهد، وهو قضية أن حماس تتلقى دعما مثلا من إيران، وبالتالي الحصول لحماس على هذا الدعم يحاول البعض يربط حماس بعلاقة حماس بإيران بأنها مرتبطة يعني في قضايا الإيرانية والمصالح الإيرانية. وهذا طبعا للأسف الشديد كثير من البعض يردده بدون وعي للحاجة، يعني أنه مثلا معظم الإقليم العربي والإسلامي إن لم يكن مقاطعا لحماس فهو يعمل ضدها يعني. وللأسف الشديد لا أخفي يعني الواحد الإنسان حزنا عندما يسمع الإعلام الإسرائيلي أن هناك دول عربية تتحدث في الإعلام بلغة وتتحدث بالسر مع إسرائيل بلغة أخرى، وهم يطالبون إسرائيل بالقضاء على حركة حماس وإنهاء الملف، وأن كثير من الدول العربية غضبها على إسرائيل أكثر من غضب كبير في هذه اللحظة، ليس لأن إسرائيل تقوم بهذه الجرائم، إنما غضبها لأن إسرائيل تأخرت في إنجاز المهمة من التالي أحرجتها الدول العربية. والأسوأ من ذلك أن هناك تقارير بثت في التلفزيون الإسرائيلي عن الدول العربية تلتف على إغلاق الطرق التي يقطعها الحوثي في جنوب من اليمن على اتجاه البحر الأحمر، وهناك وهذا صور وفيديوهات ومقابلات مع شاحنات دخلت من دول عربية لتخفيف الضغط على إسرائيل. هذا الواقع للأسف الشديد يعني لا ينظر هؤلاء إلى هذا الجانب، ينظر إن حماس فقط تأخذ تحصل دعم إيران، هي صاحبة مصلحة في هذا الأمر في المقام الأول، وبالتالي هي تتعامل بذكاء في الموضوع هذا، لكن الآخر يتعامل بغباء. دكتور مأمون، سوف أعود إليك مرة أخرى إذا سمحت لي. أرحب بالعقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام ضيفي عبر الهاتف. سيادة العقيد مرحبا بك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أجلت حملتها الجوية لمدة فأعطت الفرصة للميليشيات للهرب مع أسلحتها، إلى أي مدى ترى أن ذلك كان فرصة سانحة للميليشيات بأن تهرب بأسلحتها كما سحبت إيران عناصر الحرس الثوري من سوريا؟ نعم، مساء الخير وتحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي الرافدين، حياكم الله. لا شك بأنه الولايات المتحدة الأمريكية عندما تأخرت بالرد أي أعطت فرصة كبيرة جدا
لهذه الميليشيات ولهذه الفصائل بأن تخلي الكثير من المواقع وأن تقوم بالكثير من الإجراءات التي قللت خسائرها إلى أدنى ما يمكن. ولكن بشكل عام دعني أقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها خيارات كثيرة في هذا الأمر. نعم. هنا أنا لا أبرر وإنما أقرأ الواقع قراءة منطقية وتحليل منطقي للواقع. أولا الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في حرب أوكرانيا مع روسيا. يضاف إلى ذلك بأن هناك تهديدات تايوان والصين. يضاف إلى هذا بأن إسرائيل والدعم لإسرائيل وما تقدمه من دعم عسكري وسياسي لإسرائيل في حرب غزة هو كبير جدا. يضاف إلى هذا بأنه الآن هناك تهديد للملاحة لطرق الملاحة الدولية من قبل الحوثي. يضاف إلى هذا بأن هناك ضربات من قبل الميليشيات في العراق على بعض القواعد العسكرية المتواجدة لديها في العراق وفي سوريا. جميع هذه الضغوطات بالإضافة إلى الضغوطات الداخلية هي أسباب أدت إلى انقسام حتى في القرار. الآن نسمع يعني بأن هناك انقسام في مسألة أن هذه الضربات قد تؤدي إلى توسيع الصراع في المنطقة وجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب بالوقت الذي هي تريد أن تتفرغ إلى التمدد الصيني في 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 آسيا الوسطى وفي بالنسبة لروسيا. فلذلك هناك حقيقة موازنات صعبة في هذا الأمر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هم يبررون مسألة عدم ضرب الميليشيات بصورة مباشرة إلى أن الظروف الجوية لم تكن تساعد، علما أن الطائرات التي تتواجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على العمل في كل الظروف الجوية سواء كانت ملائمة أو غير ملائمة. بما أن هذه الطائرات يعني لديها القدرة على العمل في كافة الظروف، نتساءل إلى أي مدى كانت الضربات الأخيرة مؤثرة؟ نعم، عندما أقول بأنه لديها، إذن هي تحاول تبرير مسألة عدم الضرب مباشرة لهذه الميليشيات. لا شك أن هذه الضربات هي مؤذية بالنسبة لهذه الميليشيات، ولكنها لن تردع هذه الميليشيات، لأنه عندما تريد أن تعالج مثل هذا الأمر لا يمكن لك أن تضرب ذيل الأخطبوط، عليك أن تذهب إلى رأس الأخطبوط فتضربه، لأن هذه الأذرع التي تعمل هي جميعها تابعة إلى إيران. والقرار الجيوسياسي للمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي منطقة أخرى هي تتبع إلى إيران، وبالتالي إذا ما أردت أن تعالج هذا الأمر كان يجب أن توجه هذه الضربات إلى إيران مباشرة، لا أن توجهها إلى هذه الأذرع، علما بأن هذه الأذرع بنيت وتم تقويتها في المنطقة على أعين الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أعين الكثير من الجهات الرافضة لهذه القضية. لذلك نرى حتى هذه الطائرات التي انطلقت لضرب هذه الأماكن لم تنطلق من القواعد المتواجدة في المنطقة العربية، لأنه يعرفون بأن قد تكون هناك ردة فعل تشمل الكثير من الدول. انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا، وهذا يعطي دليل واضح على أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تورط دول المنطقة في هذا النساء ولا تريد توسعته، بالوقت الذي تسعى إيران الآن للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا لانتزاع أكبر ما يمكن من التنازلات في قضية الملف النووي الإيراني وفي قضية الأذرع التي تتواجد في بلدان مختلفة. نعم، لو سمحت ابقى معي أستاذ حاتم، سوف أعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ باسم عساف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، انضم معنا عبر زوم من بيروت. أستاذ باسم، معكم يعني كيف تنظر للصفقة الدائرة اليوم بين حماس والاحتلال؟ أستاذ باسم عساف لا يسمعني، هناك ضعف في الصوت، لا يسمعني الآن الأستاذ باسم عساف. سوف نعود الاتصال بك أستاذ باسم لاحقا. بالعودة إليك أستاذ مأمون، في فكرة تأسيس يعني فيلق القدس قامت على نقل المواجهة بعيدا عن إيران، كيف نجحت المقاومة بالحفاظ على القضية الفلسطينية والقدس كأساس لها بعيدا عن المؤثرات الخارجية؟ يعني أصدق مثال أنه عندما مثلا تحدث أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بأن المقاومة في غزة قد طلقت عملية طوفان أقصى انتقام من سليماني، المقاومة فورا أصدرت بيانا واضحا معالم أن العملية هي عملية للقدس وليس لانتقاما لأحد، وحتى هذا أحرج الموقف الإيراني، واضطرت إيران أيضا رئيس القائد الحرس الإيراني أن يوضح بنفسه أن هذا الأمر غير صحيح وأن عملية طوفان أقصى هي عملية فلسطينية من منطلقات فلسطينية. لذلك هذه النقطة يعني مهمة جدا في
إظهار أن المقاومة يعني تختار خيارها بوحدة، وكان يعني القاطع هنا أن المقاومة يعني تختار لسياساتها، ولذلك عندما حدثت بعض المعارك كان جزء منها مرتبط يعني في بعض الأحداث الإقليمية المرتبطة في إيران، لم تكن المقاومة في غزة طرفا في أي ما في أي حدث، خاصة في حركة مقاومة حماس، حركة المقاومة الإسلامية حماس تجنبت أي اشتراك أو تشابك في أي مواجهة سابقة طوال الفترة الماضية في بسبب أحداث ممكن تحدث في منطقة هنا أو هناك، أو ردة فعل أو انتقام لفعل إسرائيلي أو أمريكي في منطقة أخرى، أو تدخل في هذه المسارات، وهذا طبعا قد أثر في بعض الأحيان على يعني على طبيعة العلاقات أو بعض التصريحات هنا أو هناك. لذلك هنا أشير النقطة أن بنية حماس يعني الداخلية بنية يعني تعتمد على قاعدة فكرية يعني تمنع الحركة من أن تكون طرفا يعني مرتبطا بأي اتجاهات يعني تكون أداة لمصلحة أخرى، ولا سيما أن هناك هامش واسع في داخل الحركة يعني هو هامش يتم تمثيل القواعد عبر الطرق الديمقراطية وليس عبر الطرق ولائية. طيب. يعني كما هو حادث في بعض. طيب أستاذ محمد لو سمحت ابقى معي سوف أعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ باسم عساف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، مرحبا بك أستاذ، كيف تنظر؟ يا هلا أهلا بك، الحمد لله أنك تسمعني الآن بشكل جيد. فيما يخص شكرا لك، فيما يخص يعني ما يحدث الآن من صفقة دائرة ما بين حماس والمحتل الصهيوني، كيف تنظر إلى هذه الصفقة وإلى مسارات القضية الفلسطينية خلال هذه المرحلة؟ يعني طبعا نتوجه لكم بالتحية والإكبار، ونقول بأن يعني القضية الفلسطينية قد أزهرت للعالم أجمع بأنها المحقة وأن الحق لابد أن ينتصر في النهاية. الصمود والثبات لأهل غزة وأبناء غزة رغم كل القصف ورغم كل التدمير والقتل والهيجان الصهيوني، رغم كل ذلك فإن الصمود هو يعطينا صورة النصر وصورة أن يكون أهل غزة هم الذين يقبلون بالشروط أو لا يقبلون، أو هم الذين يشترطون. لذلك نرى بأن الهدنة الأولى وتبادل الأسرى الأولى كانت عظيمة جدا بالرؤية والمشهد، حين ظهر أن الأسرى الفلسطينيين يظهرون ويخرجون بالمعوقين أو مضروبين أو مصابين أو أنهم جرحى أو أنهم مرضى، ولكن الأسرى الإسرائيليين ظهرت على كل الشاشات بأنهم عوملوا المعاملة الطيبة الصحيحة التي يكنها الإسلام للإنسان. فلذلك قلبت الموازين والمفاهيم وقلبت الصورة على هؤلاء المدعين الذين يدعون بأن هؤلاء في حماس والمنظمات الإسلامية والمنظمات الفلسطينية بأنهم إرهابيون ويوصفون بالعنف دائما، بل العكس، هذا الذي ظهر بأن العنف والإرهاب من سمات الصهيونية ومن صفات الدولة والكيان الإسرائيلي. لذلك اليوم ننظر إلى الهدنة الجديدة أو إلى الصفقة كما سميتها، أنا أقول صفقة عندما يكون هناك اتفاق، ولكن هنا لا اتفاق إنما شروط، والشروط المضادة. هذه الشروط التي يديرها حماس وتديرها الجهاد، لذلك فهم الذين يشترطون بأن وقف العدوان أولا وانسحاب القوات الإسرائيلية من أرض غزة، وأيضا إعادة غزة إلى طبيعتها وبنيانها وإلى حياتها لكل أبناء غزة وعودتهم إلى أراضيهم وإلى بيوتهم وإلى أماكن سكن. سوف أعود إليك مرة أخرى إذا سمحت لي، بالعودة إليك أستاذ حاتم. إلى أي مدى أستاذ حاتم الفلاحي ترى أن الميليشيات الموالية لإيران قامت بالدور
التي تدعي القيام به فيما يتعلق بالحرب في غزة. يعني هناك ميليشيات متواجدة في العراق، متواجدة في سوريا، وتدعي أنها اليد الضاربة للقوى الممانعة أو المقاومة إن كما تقول. يعني هل قامت بالدور فعلا الذي من مثل ما هي تدعي في إعلاميا القيام به؟ نعم، حقيقة هذه القضية يعني الآراء فيها مختلفة كثيرا. يعني بالنسبة في تقديري أنا يعني كمراقب عسكري يعني لهذا الأمر، أرى بأنه على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى العملياتي لم تقدم شيء كبير جدا بالنسبة لغزة، ولكن يمكن يكون على المستوى التكتيكي يمكن أن تكون هناك إنجازات في مناطق معينة. لأن هذه الميليشيات لو كانت جادة في مسألة المواجهة لفتحت جبهة سوريا بصورة مباشرة وصورة شاملة. هم يتواجدون الآن في سوريا ولديهم قدرات وإمكانيات وإمكانهم أن يفتحوا هذه الجبهة. يضاف إلى ذلك بأن الجبهة اللبنانية منذ أن انطلقت بعد 7 أكتوبر العمليات كانت مقيدة، يعني كانت ضمن سقف محدد وضمن قواعد اشتباك، يعني لا أريد أقول أنها متفق عليها يعني بشكل كبير. فلذلك هي لم تتجاوز مسألة. الآن بدأ هناك تصاعد في وتيرة العمليات بالنسبة للجبهة اللبنانية، ثم أن هذه الميليشيات حقيقة لم تكن ردة الفعل مباشرة على بعد أن بدأ التدمير وبدأ القتل للأطفال والنساء وما إلى ذلك، وإنما انتظرت لفترة من الزمن حتى رأت فعل المقاومة في داخل غزة كبير، عندما بدأ الجيش الصهيوني يدفع فاتورة كبيرة جدا وثمن باهظ لتدخله البري في الداخل، وبدأت فاتورة الخسائر ترتفع. عندئذ فكرت هذه الميليشيات في مسألة أنها تقوم بعمليات محددة على مناطق معينة في أماكن محددة. فلذلك أنا أعتقد بأن هذه القضية هي محل جدل، يعني هل هي قامت بالدور كاملة؟ هناك من يقول قامت بالدور، وهناك يعني بعض الإثناء الذي يأتي من قبل بعض المتحدثين من قبل فصائل المقاومة على أنه هي قامت بهذه الفصائل وهي تشكر الجهة الفلانية وجهة. أما بالنسبة لي أنا كمراقب أرى بأنها لم تقدم الشيء الكثير ولم تؤدي إلا شيء بسيط جدا في هذه المواجهة. نعم، ابقى معي أستاذ سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ مأمون، هل ترى بالفعل أن نتنياهو قادر بالفعل على الإفلات من المصيدة التي أقامتها له وصنعتها له المعارضة؟ بالنسبة للمعارضة يعني من الناحية العملية هي أضعف من أن تكون يعني وضعت له مصيدة كبيرة. يعني هو المصيدة التي وضعت له نتنياهو في مسألة محدودة جدا، وهي مسألة وهي مسألة استعدادهم. نعم استعدادهم ألو أيوة نعم تفضل أكمل. استعدادهم لدعم حكومة نتنياهو. نعم دعم حكومة نتنياهو في حال سقطت هذه الحكومة نتيجة لانسحاب الجناح اليميني من الحكومة. هذا طبعا هذا الحالة الوحيدة التي يعني المعارضة فيها وضعت نتنياهو بين خيارين. إذا كان هو يضع خياره المستقبلي في مسألة البقاء في الحكومة من أجل الصفقة وعدم الذهاب إلى الصفقة بسبب استقرار الحكومة، واضطر هو الآن أصبح بين خيارين، بين خيار أنه يقبل بالصفقة ويحفظ على الحكومة في كل الأحوال، وإما أن يرفضها، وبالتالي هو ذريعته في هذا الاتجاه قد سقطت. وهنا طبعا يعني نجحت المعارضة في حصار نتنياهو بهذا الملف بالذات. يعني نعم، شكرا جزيلا أستاذ مأمون أبو عامر الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني لوجودك معنا في هذه التغطية. أستاذ حاتم، بالعودة إليك مرة أخرى، ماذا عن يعني المنطقة العازلة؟ ألا ترى من المبكر حديث الاحتلال عنها؟ هل يستطيع إنشاءها في ظل عودة الاشتباكات لعدة مناطق بالشمال والغرب؟ نعم، أتفق معك بأنه من المبكر الحديث الآن عن المنطقة عازلة في مدينة غزة، خصوصا وأن المقاومة لازالت تتواجد في القطاع الشمالي الذي
يقول عنه وزير الدفاع بأن المناورات المكثفة للعمليات العسكرية الكبرى قد انتهت في هذا القاطع، ولكن نرى بأن هناك عودة لهذه العمليات الآن وبقوة. يضاف إلى هذا بأن المعارك لم تحسم بشكل كامل الآن في خان يونس أو في القطاع الأوسط، يعني دير البلح والمناطق المحيطة به. فلذلك مسألة المنطقة العازلة، يعني عندما يتكلم عنها الاحتلال، طبعا هم يخططون لا شك بأنه يعني يحق للجميع بأن يخطط ما يريد لهذه المعركة، ولكن السؤال هو كيف سيتم تطبيق هذه المنطقة العازلة الذي يتكلمون عنها بأن مساحتها لمدة تقريبا تمتد من 500 متر إلى 1 كيلو متر، يعني بمعنى بأن الشريط الحدودي بالكامل سيتم أخذ منه ما يقتطع منه ما يقارب 20% من مساحة غزة، وهذا كبير، يعني علما بأن هذه المنطقة العازلة التي يتكلمون عنها بأنها سوف تزرع بحقول الألغام خلال الفترة القادمة، بما يؤمن عدم انطلاق أي تهديدات من غزة باتجاه المناطق غلاف غزة. لذلك أرى بأن هذه القضية قضية معقدة، لأنها يجب أن ترتبط بما سيتم، يعني كيف ستحسم هذه المعركة، يعني هل سيكون هناك اتفاق؟ إذا كان هناك اتفاق على وقف إطلاق النار، فأعتقد بأن الطرفين ستكون لهم شروط في هذه القضية، ومن ضمنها بأنه هل القطعات العسكرية ستبقى في هذه المنطقة أم سيتم هناك انسحاب كامل منها؟ يضاف إلى ذلك يمكن أن تناقش قضية المنطقة العازلة، ولكن عندما تريد أن تتفاوض يجب أن ترفع سقف المطالب بشكل كبير، يعني لكل الأطراف. لذلك أنا أعتقد بأن الاحتلال يرفع سقف المطالب بقضية المنطقة العازلة بهذا الترتيب لكي يضغط على المقاومة لكي تقدم تنازلات كثيرة في هذه في هذا المجال. بناء على ذلك أستاذ حاتم، يعني وزير دفاع الاحتلال يقوم بجولة في خان يونس ويقول إنه فكك قوة حماس، بناء على هذا المعطى على الأرض هل تحقق ذلك للاحتلال، لا سيما يعني في منطقة عمليات مثل خان يونس؟ نعم، هو يحق له أن يقول ما يشاء، يعني لأنه عندما يتكلم مع جنوده في هذه المقابلة لابد أنه يريد أن يرفع الروح المعنوية لديهم، لأنه تدني الروح المعنوية بكبير بالنسبة للجيش عندما يتكلمون عن إصابة أكثر من 3000 مقاتل بأمراض نفسية. لا شك بأنه يعاني من إشكالية حقيقية في مسألة القتال، فلذلك هو يحاول رفع الروح المعنوية بهذا الكلام. هذا أولا. المسألة الثانية بأنه القتال في خان يونس لا زال مستعر بشكل كبير جدا، والأفلام التي تظهر على شاشات التلفاز في 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 فضائيات كثيرة هي واضحة للعيان بأنه فصائل المقاومة تكبد هذه القطاعات المتوغلة خسائر كبيرة جدا، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن هذا الكلام ليس صحيحا يعني. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك إشكالية حقيقية لدى جيش الاحتلال في هذا التوغل. نعم، استطاع بهذه القدرات الكبيرة، استطاع بهذه الإمكانية التدميرية الكبيرة أن يدمر الكثير من مناطق غزة، أن يحد من القدرات العسكرية لفصائل المقاومة، لكنه لن يستطيع أن ينهي هذه القدرات. والدليل على هذا بأن الصواريخ لا زالت تنطلق باتجاه مناطق غلاف غزة وحتى باتجاه تل أبيب خلال هذه الفترة الماضية. لذلك أنا أعتقد بأن هذا الكلام هو للاستهلاك المحلي، أو بأن هذا لغرض مخاطبة الجنود الذين كانوا معه في هذا الفيديو. طيب أستاذ حاتم، يعني نصف الأمريكيين في استطلاع للرأي يرون أن الإسرائيليين تمادوا كثيرا في حربهم على غزة بعمليات القتل وهذه المجازر وتحطيم المدن، يعني مع مشاهد يراها العالم أجمع. إلى أي مدى ترى أن أمريكا باتت الآن مجبرة على تغيير قواعد هذه أو تغيير خطط دعمها للاحتلال الصهيوني؟ نعم، لا شك بأن إسرائيل تمادت، يعني الآن حقيقة سقطت جميع المنظمات الأممية الحقوقية والأمم المتحدة وحقوق الإنسان، جميع هذه المنظمات الآن أصبحت على المحك، لأنه لا نرى لها أثر في هذه المقتلة التي تجري الآن في غزة للمدنيين نساء وأطفال وتدمير وما إلى ذلك من أمور. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة أمام إشكالية كبيرة جدا في مسألة الضغط الدولي باستخدامها الفيتو في مجلس الأمن، يعني أكثر من كم مرة استخدمته لحد الآن؟ يمكن أكثر من 20 مرة، يعني في قضايا التي تخص القضية الفلسطينية، وهذا إشكال كبير جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إلى هذا بأن القضية الآن بدأت تضغط عليها في مجالات متعددة، يعني في مسألة البحر الأحمر، في مسألة الفصائل التي بدأت تستهدف المصالح الأمريكية، يعني هذه القضية أيضا بدأت تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك
هي أمام مأزق كبير في هذا المجال. طيب أيضا أستاذ حاتم، هل ترى بالفعل أن حكومة نتنياهو قادرة فعلا على الإفلات من المصيدة التي نصبتها لها المعارضة؟ مصيدة في أي شيء يعني؟ يعني هناك أيضا كثير من الانتقادات لحكومة نتنياهو، وتحدثوا أيضا أن الصفقة من المحتمل أن تكون مصيدة، أي يتحدثون أو يقصدون الهدنة التي ربما أن تتيح لحماس تجديد قوتها أيضا. نعم، دعني أفصل في هذه القضية. اليمين المتطرف الآن لا يريد هذه الهدنة. طبعا اليمين المتطرف الذي يدعم نتنياهو في هذه الحكومة يريدون إعادة الاستيطان مرة أخرى إلى مدينة غزة، فلذلك هم يقولون الآن ثلاث لاعات. أولا ليس هناك وقت إطلاق النار، لا لوقت إطلاق النار. ثانيا لا لخروج القوات من الداخل، هذه أيضا المسألة. ثلاثة بأنه لن يسمحوا للناس التي خرجت من غزة باتجاه الوسط والجمال بالعودة إلى الشمال، وهذا إشكال حقيقي في مسألة المطالب الصهيونية في هذا الأمر يعني. فأنا أعتقد بأنه يعني الآن هم الطرفين يعني، حتى بالنسبة لفصائل المقاومة أيضا هناك شروط بأنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل. فأعتقد أن في هذه القضية مشكلة، لأنهم هم يريدون أولا سحب القطاعات العسكرية، ثانيا وقف إطلاق النار بشكل كامل، ثالثا يؤدي إعادة الإعمار، ثم بعد ذلك يمكن أن يتكلمون على مسألة تبادل الأسرى. ولكن هذه الأولويات تختلف من طرف إلى آخر. فأنا أعتقد بأن الطرفين الآن يعني هم يحاولون دراسة هذه المقترح اللي مقدم لهم، ولكن لم يتوصلوا إلى حد الآن إلى قرار نهائي، لأن هناك انقسام داخلي كبير جدا. نعم أستاذ حاتم الفلاحي، طبعا هناك تحذيرات من عملية عسكرية في رفح، وأيضا هناك خطورة لتوجه الاحتلال لشن عملية عسكرية فيها بالرغم من تركز أعداد كبيرة من النازحين فيها. سنتحدث عن هذا الموضوع بعد فاصل قصير. إذن مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم بهذه التغطية عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وبالعودة إليك سيادة العقيد حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية. طبعا هناك كثير من المحللين والمراقبين يرون خطورة بالنسبة لتوجه الاحتلال في رفح لشن عمليات عسكرية فيها بالرغم من تواجد أعداد كبيرة من النازحين ورغم التحذيرات الأممية. ما خطورة ذلك من وجهة نظركم؟ نعم، الخطورة تكمن هنا في القضية الإنسانية حقيقة، لأن هذه المنطقة الآن تكتظ بحوالي أكثر من 1,300,000 شخص في هذه المنطقة، وبالتالي هناك أعداد كبيرة جدا من الناس التي نزحت من القاطع الشمالي والقاطع الأوسط باتجاه ومنطقة خان يونس باتجاه رفح. الآن عملية القيام بعمليات عسكرية في هذه المنطقة بمعنى أن هؤلاء يجب أن يهجروا من هذه المناطق.
علما بأن المناطق الأخرى في خان يونس وبقية المناطق الأخرى البنى التحتية فيها مهدمة، يعني لا يمكن لها أن تحتوي هذه الأعداد الكبيرة. يضاف إلى هذه القضية بأن هناك تعقيدات في مسألة مصر، يعني هل ستسمح مصر بمثل هذه العملية العسكرية بالقرب من الحدود، علما بأن هناك اتفاقيات وقعت في عام 1979 تنظم التواجد العسكري ما بين الطرفين، علما بأنه في عام 2005 انسحبت القوات الصهيونية وتم توقيع بروتوكولات إضافية تضمنت بأنه لا يتواجد في هذه المنطقة إلا ما يقارب 750 وتكون تحت سيطرة الجانب المصري. فلذلك هناك كثير من الإشكاليات في هذه القضية. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات ما بين مصر والكيان الصهيوني لن تستطيع القوات الصهيونية القيام بمثل هذه العملية. الظاهر من هذه الأمر يعني بأن الجيش الصهيوني يريد الدخول في جميع المناطق في قطاع غزة وتدمير أكبر ما يمكن من القدرات العسكرية لفصائل المقاومة. لذلك هو يرى بأنه توغل في الشمال، توغل في الوسط، توغل في الجنوب، ويريد أن يتوغل في هذه المنطقة لكي يستطيع أن يقوم بتدمير القدرات العسكرية. وهذا ما يدعوه لمسألة الإصرار على أن تكون هناك عملية عسكرية في رفح. نعم، شكرا جزيلا سيادة العقيد ركن، ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ ربحي حلوم رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. أستاذ ربحي مرحبا بك. أهلا بك أخي الكريم. نتساءل أستاذ ربحي يعني بوجودك معنا عن أهمية احتجاج أكثر من 800 مسؤول غربي على استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة. أولا أشكركم أخي الكريم، تحية لكم ولمشاهديكم ولمستمعيكم. حياك الله أخي. لا يجوز أن نعول على الآخرين، مقاومتنا تعي ذلك، تعي أن الذي يكتب التاريخ هو دماؤهم على الأرض، هو جهودهم في الميدان، هو ثباتهم وتمسكهم وانزراعهم في أرضهم، وبالتالي استطاعوا على مدى أكثر من 3 شهور ونصف وما يزيد، وما زالوا صامدين وسيظلوا صامدين، وسيردع هذا الاحتلال سواء استمر في غيه وفي جرائمه الوحشية أم توقف يعني هدى مؤقتة ليعيد حساباته ويعود لاستمرار الحرب من جديد. هذا شأنه، لكننا وأستطيع أن أقول على ضوء ما يجري وعلى ضوء صمود أهلنا حتى هذه الساعة وهذه اللحظة ويلحقون بالعدو خسائر لم يعهدها من قبل، هم على يقين من النصر بإذن الله. لكنني اسمح لي أن أقول هنا أنني أشعر بالعار إذا هذا الصمت المريب ل22 دولة عربية تنظر متفرجة باستثنائي 3 أو 4 دول شقيقة وفي مقدمتها اليمن الشقيق بشعبها بأبطالها بقواها بكل مكوناتها إسنادا لأهلهم ومقاومة شعبنا وأمتنا دفاعا عن شرف هذه الأمة وعن تاريخ هذه الأمة. أحيي إخوتنا الصامدين، أحيي الشهداء الذين يرتقون إلى العلياء، وأحيي اليمن الشقيق شعبا وحكومة ومؤسسات بكل قوة في هذا الموقف الأخوي دفاعا عن أمتهم وإسنادا لشعبهم في فلسطين التاريخ. طيب، فيما يخص الهدنة مع حماس، إلى أي مدى تعتقد أستاذ ربحي أن يكون أو تكون هذه الهدنة ربما هي المخرج الوحيد لحكومة نتنياهو؟ نتنياهو يعني هو مستمر في الحرب لأن بقاء هذا المجرم مرهون باستمراره في الحرب. إذا ما توقفت حربه فهو إلى زوال، فهو سيقدم للمحاكمة، وبالتالي وفق أنظمتهم وفق أنظمة الكيان الصهيوني الغاشم المقتصد
وهناك يعني مواقف سياسية لقادة هذا الكيان المحتال المجرم، لكنما يعني أعتقد أن استمراره في الحرب بهدف تمديد ولايته والبقاء حيث هو الآن يذهب ويجيء وبعيدا عن المحاسبة. أما وقد انضم إليه بعضهم مثل جانس ومثل سيموريتش وبن غفير وهذه الشلة المجرمة كلهم الآن سواسية، وكلهم يعني ينتظرون أن تعلن المقاومة وقفها للمواجهة، لكنه لن يكون لهم ذلك. مقاومتنا مستمرة، وهذه الهدد المؤقتة هي من أجل أن يعيد هؤلاء حساباتهم، نقول من أجل إطالة أمدهم بقائهم في قيادة هذا الكيان المغتصب ومواجهة أهالي الأسرى الموجودين في أيدي قواتنا ومقاومتنا الباسلة. كل ما يتطلعون إليه كلهم أعداء هذه الأمة وأعداء هذا الوطن، وإخوتنا المقاومون يدركون أحابيلهم، وبالتالي يعرفون ماذا يخطط هذا الاحتلال ومتى لا يعني يعرض الهدنة ومتى يتأخر عن الهدنة، لكنهم تمكنوا في الماضي ويتمكنون اليوم وسيتمكنون حتى الغد وبعد الغد من فرض شروطهم في قبول الهدنة المعروضة من أجل إعادة الأنفاس وإلى آخره. القرار بيد مقاومين وهم الذين يفرضون شروطهم، والعالم كله شهد بذلك وشهد لهذا الموقف البطولي الباسل لمقاومين الأبطال ولداعميهم من في أخوتنا في اليمن والبعض القليل من أبناء أمتنا في كما قلت في الوطن العربي الذي يتفرج معظم مسؤوليه مجرد سامصين إزاء ما يجري، لكن التاريخ لم يرحم كل صامت وكل متفرج على ما يجري دون أن يبذل كل ما بيده وما يستطيع دفاعا وحماية وإسنادا لهذه المقاومة البطولية لأبنائنا وإخوتنا في غزة الصمود، غزة التاريخ. نعم، ابقى معي أستاذ ربحي حلوم، سوف نعود إلى ضيوف الكرام مرة أخرى خلال هذه التغطية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نكمل التغطية، كونوا معنا. متواصلين مع حضراتكم وهذه التغطية مشاهدينا الكرام في سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، والعودة إلى الأستاذ العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام. أستاذ حاتم، كيف تنظر إلى مستقبل المقاومة في غزة؟ نعم حقيقة هذه القضية يعني تعتمد على القدرات العسكرية التي استطاعت المقاومة في الفترة الماضية أن يعني تقوم ببنائها يعني كبنى تحتية لهذه المقاومة، وبالتالي هذه القضية ستكون هي الحاكمة في مسألة مستقبل المقاومة في غزة ومسألة المطاولة مع الكيان الصهيوني، لأن هناك اختلال كبير جدا في القدرات العسكرية ما بين الطرفين، وبالتالي قدرة المقاومة على تحمل هذا الضغط الكبير جدا منذ 4 أشهر إلى اليوم يعطي دليل واضح على أنه هناك تقديرات حقيقية وهناك خطة مسبقة كانت لمسألة الصمود ومسألة القتال في هذه المنطقة، علما بأنه لولا الدعم الأمريكي الكبير العسكري خاصة والدعم الغربي البريطاني والألماني والإيطالي لما استطاع الكيان الصهيوني أن يستمر في هذه المعركة إلى حد هذا اليوم.
لأنه فاتورة الخسائر تتناقض مع العقيدة العسكرية لهذا الجيش الذي يعتمد على الحرب الخاطفة، يضاف إلى ذلك بأن الاقتصاد يعاني من إشكالات كبيرة جدا، يضاف إلى هذا بأن القدرات العسكرية قد بدأت واهنة بالنسبة لهذا الجيش عندما بدأ بطلب الكثير من الاعتداء بقذائف الدبابات والمدفعية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل ألمانيا، على الرغم من فتح جميع المستودعات لحلف الناتو للقوات الصهيونية خلال الفترة الماضية. وبالتالي قدرات المقاومة البسيطة والبنى التحتية التي بنتها في الفترة السابقة أخذت بنظر الاعتبار مسألة المطاولة مع هذا الكيان وتكبيده أكبر ما يمكن من الخسائر، وهذا ما يجري الآن على أرض الواقع. نعم، إذن قدرات المقاومة على المطاولة في مقابل فاتورة خسائر إسرائيلية كبيرة منذ بداية طوفان الأقصى وإلى الآن. أستاذ ربحي حلوم، بالعودة إليكم، كيف تنظر إلى ملامح المرحلة المقبلة؟ أتفق مع ما تفضل به ضيفكم الكريم، واسمح لي أيضا أن أكرر تحيتي لكم للرافدين والعاملين بها ولأهلنا وإخوتنا وشعبنا في العراق الشقيق، على أيضا يعني الدعم المشرف الذي نشعر به لدى العراق، هذا واجبنا. نعم. كجزء من يعني أرضنا العربية العزيزة علينا، والذين يشاركون شعبنا آلامه وأحلامه. ونعرف أن العراق كان وما زال وسيظل السند الكبير لمقاومتنا في غزة الصمود. أنا واثق كما قلت وكما سبق وتفضل ضيفكم الكريم، أنا واثق من يعني حتمية النصر لهذه المقاومة، لأنه ما من احتلال عبر التاريخ تمكن من يعني التمسك بما اغتصبه على حساب أهل الأرض المنزرعين فيها، وبالتالي هذا الاحتلال لم يكن استثناء. وكما تلاحظون ويلاحظ مشاهدكم الكريم أن قادة الاحتلال بدأت الخلافات تستعر بينهم، وكل يسعى للحصول على ما يمكنه من البقاء في سدة موقعه إلى أطول مدى ممكن. وبالتالي ولكن الفرق بيننا وبينهم أن الأرض ليست أرضهم، والأرض هي للمنزرعين عليها، هي لمن ورثوها من آبائهم وأجدادهم عبر التاريخ. فلسطين وغزة العزة جزء من فلسطين، هذه كانت وما زالت أرض عربية عبر التاريخ، لن تكون غير ذلك. والمقاومة توقن أنه مهما تغطرس هذا العدو يستحيل عليه الاحتفاظ بهذه الأرض إلى ما لا نهاية. هو زائل كما قلت إلى زوال. ومن هنا إرادة المقاومة الصلبة التي تكتب التاريخ اليوم في كل لحظة، وتسجل ضربات قاسية في خاصرة ووجه هذا الاحتلال الغاشم المجرم. وإن شاء الله ستحتفل أمتنا وسيحتفل أهلنا في غزة الصمود في فلسطين، وسيحتفل أنصارنا وشعبنا العراقي الشقيق الذي قدم عبر التاريخ منذ الماضي، قدم أرواحا كثيرة من شهداء جنوده وجيشه الأبطال عبر التاريخ، كان مع فلسطين، وسيظل العراق الشقيق وشعبه كما هي بقية شعوب أمتنا العربية في مختلف الأقطار مع غزة العزة، مع هذه المقاومة البطلة. وسنحتفل بإذن الله إلى اليوم الذي لن يكون بعيدا بإذن الله، الذي سيزول فيه هذا الاحتلال وسيرتد هذا العدوان على فاعليه بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ ربحي حلوم، رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي
الخارج. وأيضا أشكر العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام ضيفي عبر الهاتف من اسطنبول. وشكر موصول أيضا للأستاذ باسم عساف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت، وأيضا الدكتور مأمون أبو عامر الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني من اسطنبول. في الختام ختام هذه التغطية مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى تغطيات أخرى في أمان الله.